ديما كي نخرج ديما معايا ما نسيبهمش، خاصة هذه وهذاك ديما ما نسيبهمش. ريتي رحمة ربي سبحانه هي اللي معايش الإنسان، ما يلزمنيش نسيبهم في الشارع. خاطر هذايا كان تسيبه في الشارع غدا مش يتعلم لك دخان، مش يتعلم لك زطلة، مش يتعلم لك برشا حاجات. هو يسمع الكلام فهمتي، معناها الحاجة نقولها لها ما تمشيش لك البلاصة هذيك ما يلزمنيش لها. الأصحاب ماشي كلها كيف كيف، راه دخلت أصحاب ساعات يدخلوك في دومان آخر. ديما يخرج كان يحوس معايا أنا نشتري له، معناها ديما يتفرد كان معايا. اليوم عرفنا انت وصغيراتك ونعرفوا اللي احنا توا في وقت عطله، احكي لك كيفاش تعديوا ايامات العطله وشنو الجو ما بين مع علاقه البوب صغاره كيف ما نقول. علاقه البوب صغاره يهزهم معناها يفرهدهم في العطله، يمشوا للبحر، يمشوا يحوسوا. هذيك هي عز، هذيك هي الحاجه الوحيده اللي العلاقه بالبوب. ما يلزموش يسيب صغاره زاد يهملوا في الشارع فهمتني، ويلزم ديما شويه كابس خاطر الصغار، خاطر الصغير اللي كان تسيبه في الشارع فهمتني يهمل يولي يتعلمك برشا حاجات فهمتني، معناها يهزهم ويفرهدهم. شوف ديما انا ديما كي نخرج ديما معايا ما نسيبهمش، خاصة هذه وهذاك ديما ما نسيبهمش، ديما نفرد فيهم يمشوا حتى للبحر، يمشوا لكل بلاصة فهمتني، معناها باهي. معناها أصحاب أنت وياهم؟ أصحاب أنا وياهم، احنا أصحاب معناها عائلة عادي نورمال، أصحاب نشتري لهم اللي يطلبوها نشتريها لهم. بالرغم معناها بحكم الظروف معناها والشهريات ما عادش تخلط تو، تو الواحد كي يخلص فهمتي ما عادش يتخلط شهرية تاخذها من هنا تفرقها من كل بلاصة تقعد معناها فهمتني، معناها عايشين فهمت من رحمة ربي، اللي رحمة ربي سبحانه هي اللي معايش الإنسان فهمتني. هما معناها أصحابي أولادي ديما معايا، ديما يخرجوا معايا يتفاكر. أنا حتى كي نخرج تو عندي طفل اليوم تعدي نجحت اليوم، معناها ديما معايا ما يلزمنيش نسيبهم في الشارع. خاطر هذايا كان تسيبه في الشارع غدا مش يتعلم لك دخان، مش يتعلم لك الزطله، مش يتعلم لك برشا حاجات فهمتني، معناها ديما يخرج معايا حتى كي نمشي العشيه القهوه ولا حاجه ديما معايا ما يسيبوش مني. وانت شنو علاقتك بوك؟ تعملوا جو كي تخرجوا؟ اي نعملوا جو كي نخرجوا، يشري لي هو كل شيء وكل يفرهد فيك، يقول مثلا يهزني البلاصه يهزني كل حاجه هذيك، كنقول له شري لي شري لي. اللي اهم الفلوس كما نقولوا احنا، تحكي له شو علاش هذا؟ قلت لك اللي اهم الفلوس والخرجات، تحكيوا لبعضكم حكايات؟ اي اصحاب انت وياه معنا. اي اما خير، تحب تخرج انت وبوك ولا انت واصحابك؟ انا وبوي. واختك زيده؟ اي معايا اختي ومعايا امي ومعايا خالاتي وعماتي، نخرجوا لبلايص بعاد ندوروا. شي احسن بلاصه تمشي لها في الصيف مثلا؟ بحر، كتكوت، دحدح، كرتجلان، مانيش كو. معناها ماذا بيك تبدا مصلع وتعمل في الجو هكا مع العائله خير من القرايه اكيد؟ اي نعم عائله خير من القرايه، هذا الجو اللعب وفرهيد. تو انت عديت الكوليج؟ انا تو عديت الكوليج السابع وكو. متشوق عادة باش تعرف اصحاب جدد وباش تدخل تقرا في الكوليج وجو جديد؟ اي جو جديد ونتفرهد ونشيخ في الكوليج. اما باقي باش تسمع كلام بوك؟ اي فهمتني، هو يسمع الكلام فهمتي، معناها الحاجه نقولها لها ما تمشيش لك البلاصه هذيك ما يلزمنيش لها فهمتني. خاطر تو يقولك تو تمشي تخالط الاصحاب ماشي كلها كيف كيف، راه تخالط اصحاب ساعات يدخلوك في دومان اخر فهمتني، اصحابي كلها ماشي كيف كيف. الخلطه كما الخلطه تو انت كي تمشي صغيرك تبعته يمشي خالط في بلاصه اخرى فهمتني، يتعلمك برشا حاجات، تلقى هذا صاحبك صاحبك وبعد انا ريتهم برشا، تلقى هذا صاحبه صاحبه وبعد يدخلوا في دومان اخر، يولي تاع دخان تاع زطله تاع يمشي لبلايص اخرى فهمتني، تولي ديما مفجوع على صغير فهمتني. كي نخرج انا وياه معناها على عيني انا ساعه ساعه كيبدا حتى قدام الدار نبدا نعس عليه بالعساس، ما نخليش يمشي حتى البلاصه، هو الدري حتى جدري جيراني ما نخليهوش يلعب معاه، خاطر ثم ذري تكيف ثم ذري ما نحبهمش، نحبوش خالتها وديما تا يخرج معايا، ديما يخرج كان يحوس معايا نشتري له، معناها ديما يتفرد كان معايا.